واحنا عشان كده موجودين مع حضراتكم من هذه المحافظة عشان نلقي الضوء أكتر على هذا المكان وعلى أهميته التاريخية، اللي زي ما حضرتك قلت يمكن حتى أبناء المحافظة ما يعرفوش أنه هذا الكم الكبير من الإمكانات والمواقع موجودة في قلب هذه المحافظة. ولكن برضو أرجع تاني لسؤالي، هذا المكان اللي احنا فيه بحر مويس، أهميته الدينية والتاريخية والجدل اللي أثير حواليه الفترة الأخيرة، احكي لنا تاريخ هذا المكان بحر مويس اللي احنا موجودين دلوقتي فيه وعلى هو في خلفنا في الوقت الحالي. تفضل. هو طبعا بحر مويس زي ما حضرتك بتقولي الجدل، هل سيدنا موسى تم إلقاؤه فيه ولا لا، كل الكلام ده جدل أثريين ورجال تاريخ وبيتكلموا في الموضوع ده، أنا ما أقدرش أجزم بيه، إنما هو أهميته جاية من هنا، والتاريخ الكبير بتاعه تقدري حضرتك تقولي إن محتاج إيضاح أكتر من كده، لأن إحنا عندنا مش بس بحر مويس اللي عليه جدال، إحنا عندنا الجدال موجود على حاجات كتيرة، برضو المسار، برضو البير اللي شربوا منه ساعة العائلة المقدسة، يعني في جدال كتير جدا، وقد يكون ده حاجة أنا بعتقد إنها حاجة صحية، يعني إن يبقى في نوع من أنواع وجهات النظر بالنسبة للتاريخ. طبعا بحر مويس أنا لا أقدر أقوله لحضرتك عليه لأن أنا مش متخصص قوي، ان هو فعلا من المناطق زي ما بيقولوا مبارك، واخد بال حضرتك، وطبعا الجدل انا ما اقدرش اقول حضرتك تم حسمه ولا لا، انما هو فعلا الروايه اللي حضرتك بتقوليها حقيقيه، انه اتولد هنا ايضا سيدنا موسى عليه السلام. عليه السلام بالظبط يا فندم. طيب يعني هذه المنطقه برضو، هذا البحر ايه المناطق اللي بيغذيها؟ ده بحر مويس حضرتك واصل لغاية الشمال فوق، يعني ماشي قاطع تقريبا معظم المحافظة، محافظة الشرقية، وهو المصدر الرئيسي للري في منطقة مياه الشرب والري الزراعي في المحافظة. ويمكن كمان محافظة الشرقية متميزة ان هي يعني ما شاء الله غنية بالأسماك وعندها اكتفاء زيتي، وفي بعض الأحيان كمان بتصدر للمحافظات الأخرى. مش بس أسماك يا فندم، احنا زي ما حضرتك عارف محافظة الشرقية هي محافظة زراعية من الدرجة الأولى، فالمحافظة الزراعية ديت عندنا مثلا حوالي 87% من أرض المحافظة كلها أراضي زراعية، في مزارع سمكية طبعا لأن بحر مويس إنتاج الأسماك فيه ما يكفيش المحافظات، إنما إحنا عندنا مزارع سمكية في الشمال كبيرة جدا وبيتم التصدير أو بيتم البيع لأسواق العبور المنزلة، فبيبقى فيه، وعندنا كمان في العباسة عندنا مزرعة سمكية كبيرة جدا، فهو الإنتاج بيتم من خلال المزارع اللي هي بتغذى من مياه بحر مويس. كمان الزراعة القائمة على بحر مويس كلها قائمة على الري من بحر مويس، وحضرتك عارفة أن المحافظة هي ترتيبها رقم واحد في إنتاج القمح مثلا.